أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي في المباراة المقرر لها 4:30 مساء غد السبت ضمن مواجهات الجولة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بالغردقة، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر بينما يرتدي منتخب غانا القميص الأبيض. حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مؤمن نبوي المدير الإداري للمنتخب وإسلام شاكر مدير المهمات.